على ماذا يدل لون البول الخاص بك؟ من الشفاف إلى البني مرورا بالأزرق والوردي، هذا ما يعنيه اختلاف لون البول. يختلف لون البول بحسب كمية الرطوبة في الجسم وأنواع الطعام التي يتناولها الشخص أو الأدوية التي يتعاطاها. لذا لون البول هو انعكاس لحالة الجسم الصحية. وتتعرفون فيما يلي إلى الألوان المختلفة للبول وما قد تعنيه. تفضلوا معنا. أولا اللون الشفاف، يحتاج الجسم إلى 8 أكواب من الماء كي يبقى رطبا بشكل كاف. لكن إذا كان لون البول مائلا إلى اللون الشفاف المجرد من الألوان، فهذا يعني أن كمية الرطوبة في الجسم عالية جدا، ما قد يجبرك على الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر. أما اللون الأصفر الفاتح، اللون الأصفر الفاتح هو اللون المثالي للبول، لكن تراوح لون البول إلى درجات أغمق ليميل أكثر للون البني أو أفتح لا يعني بالضرورة أن الشخص يعاني من أمر ما. اللون الأصفر، إذا كان لون البول يميل إلى الأصفر القوي فهذا يعني زيادة كمية عنصر فيتامين بي في الجسم. ومن الطبيعي أن يتخذ البول هذا اللون بعد تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات، كما يكثر هذا الفيتامين في اللحوم والبيض ومشتقات الحليب. أما اللون الأصفر المائل إلى البني فيشير إلى أن الجسم يعاني من نقص حاد في السوائل. يرتبط لون البول البني بتواجد الخضاب العضلي في البول، وهو نوع من البروتينات المرتبطة بمرض انحلال العضلات المخططة أو تلف العضلات الذي يؤدي إلى موت الخلايا العضلية، وبدون علاج منتظم يؤدي إلى انحلال العضلات المخططة إلى تلف دائم في الكلى. لون أزرق مائل للخضراء أو برتقالي. البول ذو اللون الأزرق المخضر هو من الأعراض الجانبية الطبيعية لتعاطي علاج التهاب المجاري البولية، وفي حال تعاطي دواء فينازوبريدين قد يصبح لون البول أيضا برتقاليا. أما إذا كان لون البول ورديا أو أحمر فقد يشير إلى عدة أمور، أبسطها الإفراط في تناول الأطعمة الحمراء اللون كالشمندر، وأخطرها قد يعني وجود الدم في البول، ما قد يدل على التهاب المجاري البولية أو الحصى في الكلى.